لي ميز étudiante sur notre channel اشرح لي فرنساوي. Moi, je m'appelle monsieur Islam Jouda. Aujourd'hui, je présente la révision finale. طلاب ثالثة ثانوي الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة اشرح لي فرنساوي. النهاردة هعمل حاجة كلكم مستنيينها وكلكم طلبتوها، وهي المراجعة النهائية. بس قبل ما نبدأ في المراجعة النهائية، تعالوا أفكركم وأفكر نفسي معاكم ب تفاصيل منهج ثالثة ثانوي أو منهجك كان بيتكلم عن إيه. أنت طبعا عارف إن منهجك كان فيه 4 يونيتي أو 4 وحدات. الوحدة الأولى أو يونيتي أن كانت بتتكلم عن حاجة اسمها لوسبورغ أو الرياضة، أما الوحدة الثانية فكانت بتتكلم عن حاجة اسمها لا ريبا الوجبات أو لا بيراميد المونتيغ أو الهرم الغذائي، والوحدة الثالثة كانت بتتكلم عن لا كومباني الريف، وكمان كانت بتتكلم عن ليزانيمو الحيوانات. اما الوحده الاخيره فهي الوحده الرابعه وكانت بتتكلم عن لمياد ترانسبورت وسائل المواصلات. اون فاكومونسي، يلا بينا نبدا. واول حاجه هنبدا بيها يا شباب هي سؤال الجرامير او سؤال القواعد، واحنا هنا مجمعين لك القواعد اللي موجوده في منهج ثالثه ثانوي في صوره نقاط، وهي حوالي تقريبا 24 نقطه او 25 نقطه. واول قاعده موجوده معانا هي ليزارتيكل ديفيني او ادوات المعرفه. أدوات المعرفة في اللغة الفرنسية إيه هي وظيفتها؟ وظيفتها إنها بتساوي ال في اللغة العربية أو ذا في اللغة الإنجليزية. طب إيه هي أدوات المعرفة أصلا في اللغة الفرنسية؟ أدوات المعرفة في اللغة الفرنسية هي لو ولا وإلا باستراف ولي. اللو بنستخدمها للإسم المفرد المذكر، أما اللا بنستخدمها للإسم المفرد المؤنث، أما الإلا باستراف بنستخدمها للإسم المفرد المذكر أو المؤنث بس بيكون مبدوء بحرف متحرك. اللي بنستخدمها مع الاسم الجمع المذكر او المؤنث. بيقول لي لا تتاثر ادوات المعرفه بالنفي، يعني ادوات المعرفه سواء كانت الجمله منفيه او مثبته ما بتتغيرش. كمان حرفي الاش والاجريك احنا بنعتبرهم في اللغه الفرنسيه حروف متحركه، يعني الاداه اللي جايه بعديها بتكون اداه فيها ابوستروف، بس هنا في العددين اونز وويت ما بيعتبروش حروف متحركة، بيكونوا حروف ساكنة. تعالوا بينا نحل بقى على القاعدة دي. بيقول لك ماريون براتيك، ماريون تمارس، يوجا كلمة يوجا كلمة مذكرة فهتاخد اللو. بيقول لك جيم فياند، أنا أحب اللحمة، كلمة فياند كلمة مؤنثة فهتاخد اللو. أومبريفير إكوتاسيون، كلمة إكوتاسيون بمعنى السباحة ومبدوعة بحرف متحرك فهتاخد الإلا أبوستروف. رقم 4 بيقول لك سامي ايني، يعني سامي ولدها، نقط ويت، كلمة ويت مبدوعة بحرف الأش، وحرف الأش زي ما اتفقنا بيعتبر حرف متحرك، إنما هنا هو حرف ساكن زي ما اتفقنا مع بعض في القاعدة اللي فوق، فعشان كده كلمة ويت هتاخد اللو عشان كلمة ويت كلمة مذكرة. أما في المثال الخامس بيقول لك منى إيه، يعني منى تكون، أون زيامي ليف، يعني الطالبة الحادية عشر، كلمة اون زيام كلمة مؤنثة فهتاخد الله. القاعدة اللي بعد كده هي قاعدة ليزارتيكل انديفيني أو أدوات النكرة. أدوات النكرة في اللغة الفرنسية ثلاث أدوات، ان وان ودي. ان بنستخدمها مع الاسم المفرد المذكر، أما ان بنستخدمها مع الاسم المفرد المؤنث، ودي بنستخدمها مع الاسم الجمع. بس خد بالك بيقول لك أدوات النكرة دي ممكن تحول إلى دي أو دي أبوستروف في حالتين، وهما لو كانت الجملة منفية أو لو جه بعديها صفة جمع. طيب إمتى ما بنحولهاش؟ ما بنحولهاش لو كانت النفي أو لو النفي ده وقع على فعل إت. تعالوا بينا نشوف. بيقول لك سي سكارابي، يعني إنها خنفساء. كلمة سكارابي هي يبان لك إنها كلمة مؤنثة، ولكن هنا في اللغة الفرنسية أو الكلمة دي كلمة مذكرة فعشان كده هتاخد الآن. بيقول لك سيني با، هنا في نفي بس خد بالك إن النفي وقع على فعل إيتر فعشان كده أدوات النكرة مش هتحول، هتن زي ما هي. أليمو، كلمة أليمو بمعنى غذاء وكلمة مذكرة فهتاخد الآن. المثال رقم 3 بيقول لك إليا ناشيت با، يعني لا تشتري، هنا في نفي فهناخد الدي. المفروض كلمة روب كانت خدت الدي بتاعت الجمع، بس النفي أثر على أدوات التجزئة فحولها لدي. بقول لك سيسو، يعني إنهم يكونون،
بون ريسيت صفة جمع لكلمة بون، فهتاخد الدي. القاعدة اللي بعد كده هي قاعدة تاليز ارتيكل باختطيف أو أدوات التجزئة. وأدوات التجزئة في اللغة الفرنسية بستخدمها عشان أعبر بيها عن استخدامي لجزء من الشيء. وأدوات التجزئة في اللغة الفرنسية هي دي، دي لا، دي إلا بسطرف دي. الدي بنستخدمها مع الاسم المفرد المذكر، أما الدي لا بنستخدمها مع الاسم المفرد المؤنث. الدي إلا أبوستروف بنستخدمها مع الاسم المفرد المذكر أو المؤنث المبدوء بحرف متحرك، أما الدي الأخيرة اللي آخرها أس بنستخدمها مع الاسم الجمع المذكر أو المؤنث. كمان أدوات التجزئة بنستخدمها مع أفعال بتدل على المأكولات والمشروبات، زي فعل مونجي بمعنى يأكل، بواغ بمعنى يشرب، بغوندر بمعنى يتناول. وكمان بنحول أدوات التجزئة إلى دي أو دي أبوستروف في ثلاث حالات، وهما لو الجملة منفية، أو لو جت بعد ظرف كمية، أو لو جه بعديها صفة جمع. تعالوا بينا نشوف الكلام ده في الأمثلة اللي قدامنا دي. بقول لك أوديني يعني في الغداء، جي مونج نقط ياغوت، ياغوت بمعنى زبادي، وكلمة زبادي كلمة مذكرة عشان كده هتاخد الدي. المثال اللي بعد كده بيقول لك اومونج نقط فياند، كلمة فياند بمعنى لحمة كلمة مؤنثة فهتاخد الديرا. المثال اللي بعد كده الرقم 3 ورقم 4 بيقول لك ان بغون با يعني انا لا اتناول، وفي المثال اللي تحتيه بيقول لك ان بوا با يعني انا لا اشرب او هو لا يشرب. في المثالين دولت أدوات التجزئة بيحوله إلى دي، فهناخد دي في الأولى ودي أبوستروف في الثانية عشان أولها متحرك. رقم 5 بيقول لك تدوا مونجي يعني يجب أن تأكل، أم بي قليل من ظرف الكمية، أداة التجزئة بتحول إلى دي زي ما اتفقنا، فهناخد الدي اللي في النص. بيقول لك رقم 6 ماميغ يعني أمي، بريبار يعني تعد، نقط بون فياند لحمة جيدة، كلمة بو كلمة جمع وبتدل على صفة، فعشان كده هناخد الدي الأخيرة. بيقول لي في الملاحظة اللي قدامنا تسبق المأكولات والمشروبات بأداة معرفة في وجود أفعال تدل على المحبة والكراهية. أفعال الإحساس، وخليها قاعدة موجودة معاك على طول، إن أفعال الإحساس في أي قاعدة سواء بقى هتستخدمها مع المأكولات والمشروبات، سواء كانت هتستخدمها مع وسائل المواصلات، سواء كنت هتستخدمها مع الحيوانات، أو حتى هتستخدمها مع الرياضة. أفعال الإحساس دايما 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 بيجي بعديها أداة تعريف. أفعال الإحساس دايما بيجي بعديها أداة تعريف حتى ولو كانت أفعال الإحساس منفية. طب إيه هي أفعال الإحساس في اللغة الفرنسية؟ أفعال الإحساس في اللغة الفرنسية هي إيمي بمعنى يحب، وعكس كلمة إيمي ديتستي بمعنى يكره، بريفري بمعنى يفضل، أدوري بمعنى يعشق، وكمان بندخل معاهم فعل براتيكي بمعنى يمارس. بيقول لك منى إيم صلاد، كلمة صلاد كلمة مؤنثة فهتاخد الله. إنما في بييغ أدور يعني بييغ يعشق، جرييغ كلمة جرييغ كلمة مذكرة فهتاخد اللو. بيقول لك بقى تسبق أدوات التجزئة بأسماء الأمراض في وجود فعل أفوار. يعني انا لو عايز اقول انا عندي سخونيه او هو عنده سخونيه واستخدمت فعل افوار، في الحاله دي بنستخدم بعديه اداه تجزئه. بيقول لك جوليا يعني جوليا عنده نقط فييفر سخونيه، كلمه فييفر كلمه مؤنثه فهتاخد الدي لا. بيقول لك تسبق ادوات التجزئه اسماء تعبر عن حاله الطقس في وجود اليا بمعنى يوجد، يعني بنستخدم مع التعبير اليا أداة تجزئة لو هنستخدمه عشان أعبر بيه عن حالة الطقس، زي بالظبط لما بيقول لي أوجوردوي يعني اليوم، اليوم فون، كلمة فون بمعنى ريح وهي كلمة مذكرة. هستخدم معاه هنا أداة تجزئة عشان أنا استخدمت معاها التعبير اليوم. في المثال اللي بعد كده بيقول لي اليوم بلوي يعني يوجد مطر، كلمة مطر كلمة مؤنثة فهتاخد دي لا. القاعدة اللي بعد كده هي ليز ادجكتيف دي مونستراتيف أو صفات الإشارة. صفات الإشارة في اللغة الفرنسية هي سي وست وست وسي. سي بنستخدمها مع الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف ساكن، أما ست بنستخدمها مع الاسم المفرد المذكر المبدوء بحرف متحرك،
اما ست اللي بدوبلتي بنستخدمها مع الاسم المفرد المؤنث سواء كان بقى مبدوء بحرف متحرك او بحرف ساكن. اما الس الاخيره فبنستخدمها مع الاسم الجمع بنوعيه سواء كان مذكر او مؤنث. بقول لك جابيت دو يعني اسكن فيه، اباختيمون كلمه اباختيمون بمعنى شقه، وكلمه مذكره بس مبدوء بحرف متحرك هتاخد الست. نبوا با يعني انا لا اشرب، بواسون مشروب. كلمه بواسون بمعنى مشروب هي كلمه في اللغه الفرنسيه كلمه مؤنثه فهتاخد ست. المثال رقم 3 بيقول لي جانكوراج نقط ايكيب، كلمه ايكيب كلمه مؤنثه هتاخد ست. رقم 4 انترينير بمعنى مدرب، كلمه مدرب كلمه مذكر ومبدوعه بحرف متحرك فهتاخد الست. رقم 5 انترينيز بمعنى مدربة، كلمة مدربة كلمة مؤنثة هتاخد ست. رقم 6 جين براتيك با، أنا لا أمارس نقط سبور الرياضة، أنا لا أمارس هذه الرياضة كلمة سبور كلمة مذكرة هتاخد السي. القاعدة اللي بعد كده هي ليز أدجكتيف بوسيسيف، صفات الملكية. إيه هي صفات الملكية في اللغة الفرنسية؟ صفات الملكية في اللغة الفرنسية وظيفتها إننا بنستخدمها عشان أعبر بيها عن ملكية شيء معين لشخص معين أو بنسب بيها شخص لشخص تاني. وصفات الملكية في اللغة الفرنسية مع الجي هنستخدم مون أو ما أو مي، مع التون بنستخدم تون أو طا أو تي، مع الإل والآل بنستخدم سون أو سا أو سي، مع النو بنستخدم نوتر أو نوتر أو نو، مع الفو بنستخدم فوتغ او فوتغ او فو، مع الالافيك اس والالافيك اس بنستخدم لير او لير او لير. بس هنا في ملاحظة في غاية الأهمية، وهي ان الاسم لو كان مفرد مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك في الحالة دي ما بياخدش لا ما ولا طا ولا صا، انما بياخد ايه؟ بياخد مون او تون او سون. كمان ان صفات الملكية لما اكون بكلم حد بصيغة الاحترام بستخدم هنا معاه صفة ملكية فوتر او فو. بيقول لك الي ابيت بغيدي يعني الي يسكن قريبا من كوبين. هنا انا ممكن اشيل علي واحط مكانه ال، وال احنا كنا بنستخدم معاها صفات ملكية يا اما سون يا صا يا سي، وهنا كلمة كوبين جمع فعشان كده هستخدم سي. جي في او يبقى مون عشان كلمة ايكول كلمة مؤنثة مبدوعة بحرف متحرك. تدوا اوبيير اه يعني يجب ان تطيع انترونيز المدربة، كلمة مدربة كلمة مؤنث فهتاخد التون ومبدوعة بحرف متحرك. بقول لك كيلي شانسون، كلمة شانسون كلمة مؤنثة فهتاخد الطا. الي اموا يعني علي وانا ممكن نشيلهم خالص ونحط مكانهم نو، فهناخد نوتخ او نوتخ او نو، فهناخد هنا نوتخ عشان كلمة جراند بيغ. المثال اللي بعد كده مادام، هنا صيغة احترام مادام اويه يعني اين تكون، شابو قبعتك، يبقى هناخد فوتر عشان زي ما اتفقنا ان احنا في صيغة الاحترام بناخد يا اما فوتر يا اما فو. القاعدة اللي بعد كده هي لي بريبوزيسيون او حروف الجر. حروف الجر خدناها في منهج اولى وتانية وتالتة ثانوي وكان ليها استخدامات عديدة جدا. فمثلا مع فعل اللي، فعل اللي ليه استخدامين مع حروف الجر. الاستخدام الاول لو فيرب اللي يجي بعديه مكان بياخد حرف الجر اه باشكاله، لو المكان ده مفرد مذكر فبياخد او، لو المكان مفرد مؤنث بياخد اه لا، لو مبدوء بمتحرك بياخد اه الا بالصرف، لو جمع بياخد او. اما الاستخدام الثاني فممكن فيرب اللي ياتي بعديه اسم شخص او انسان، ففي الحاله دي بياخد حرف الجر شي. لاحظ في الامثله بيقول لك جي دوا اللي سوبر مارشي يعني انا اذهب للسوبر ماركت. سوبر مارشي بمعنى السوبر ماركت، والكلمه دي مذكره وتدل على اسم مكان فبتاخد حرف الجر او. اما في المثال الثاني بيقول لك مامير فا بولانجري يعني للمخبز او للفرن، يعني امي تذهب للمخبز، هنا اسم مكان فهناخد الا. لاحظ في المثال الثالث بقى بيقول لك كما مير فا لو بلانجي يعني الى الخباز، هنا اسم شخص فهناخد شي. اما الفعل الثاني مع حروف الجر هو فيرب باسي
بمعنى يمر عبر أو يمر على. فبص لاستخدامين، الاستخدام الأول لو دي بعديه اسم إنسان أو اسم شخص فبياخد حرف الجر شيل، أما لو دي بعديه اسم مكان فبياخد حرف الجر بار. نلاحظ في الأمثلة بيقول لك جو باس لو باتيسييه بمعنى الحلواني، يبقى هنا دي بعديه اسم شخص فبياخد حرف الجر شيل. في المثال الثالث بيقول لك ناتالي باس، يعني ناتالي عبرت أو مرت عبرة. لو بولانجيري يعني المخبز، هنا فعل بص اتى بعديه اسم مكان فهياخد حرف الجر باغ. الحرف الجر اللي بعد كده هو اون. اون خدناها في منهج ثالثه ثانوي وكان ليها استخدامات عديده جدا، فكان من ضمن استخداماتها انها بتيجي قدام اسم دوله مفرد مؤنث، كمان كانت بتيجي مع بعض الدول المفرد المؤنث بس بشرط انها تكون مبدوعه بحرف متحرك، وكمان بتيجي امام اسم قاره، وكل واسماء القارات السبعه بتاخد حرف الجر اون. كمان اون بنستخدمها مع شهور السنه وفصول السنه ما عدا فصل واحد بس وهو فصل برونتيمب، الفصل ده بياخد حرف الجر او. وكمان بنستخدم مع السنوات. نلاحظ بيقول لك في الأمثلة بعد النقط هيقول تلاقيه جايب لك برون تيم بمعنى الربيع، الربيع بياخد او، اي تي بمعنى الصيف فصل من فصول السنة بياخد او، فرانس دولة بمعنى فرنسا بياخد او، اوروغواي دولة بتاخد او، ايغوب قارة بتاخد او، سبتمبر شهر من شهور السنة بياخد او، دو مية دو يعني 2002 بياخد او. وحرف الجر اللي بعد كده هو حرف الجر اه. حرف الجر اه كان ليه برضو استخدامات عديدة جدا، فكان من ضمن استخداماته انه بيستخدم لوصف شكل الملابس والاحذية والاكسسوارات، فمثلا بيقول لك ارايغ بمعنى مجلم او مخطط، كرايو بمعنى مربعات، ابوا بمعنى منقط، امونش بمعنى بكم، اكابوش اللي هو الكابوش اللي بيتلبس على الراس، اطالون بمعنى بكعب، الاسيت بمعنى برباط. برضه بيقول لك من استخدامات حرف الجر او ان بيستخدم امام اسماء الالوان والمواد الخام، يعني الالوان بتاخد حرف الجر ا، والمواد الخام لما تقول مثلا مكون من انكوتو من القطن، انطوال من الكتان، اونرجو من الفضة، انسوا من الحرير، انفالور من القطيفة، انكوير من الجلد، انليد من الصوف، انوغ من الذهب، انفير من الحديد. كل دي مواد خام بنستخدم معاها حرف الجر او. صفة اللون تتغير حسب الموصوف ما عدا مع الالوان المركبة او المسبوقة بحرف الجر ام، بمعنى ان صفة اللون دي لو الاسم اللي جاي قبليها مفرد مذكر هناخد الصفة المفرد المذكر، لو الاسم اللي جاي بعديها مفرد مؤنث هناخد الاسم هناخد الصفة المفرد المؤنث. طيب المكان اللي جاي بعديها جمع بناخد الصفة الجمع، جمع مذكر بناخد الجمع المذكر، جمع مؤنث بناخد الصفة الجمع المؤنث. ده بمعنى صفة اللون تتغير حسب الموصوف. طب امتى ما بنغيرهاش؟ ما بنغيرهاش لو الالوان مركبة، بمعنى لون زائد لون وبينهم شرطة، يبقى في الحالة دي ما بنغيرهمش، دي بمعنى صفة مركبة. أو في حالة تانية إن الصفة دي تكون مسبوقة بحرف الجر أو، ما بنغيرش الألوان. صفات الألوان أورانج بمعنى برتقالي، مارو لا تجمع ولا تؤنث، ثابتة دايما في المذكر في الشكل المذكر. نلاحظ بقى في الأمثلة بيقول لك اونيفيه يعني في الشتاء، لو مونتاني الجبال سون تكون، او هناخد بلونك بمعنى بيضاء، يعني في الشتاء الجبال تكون بيضاء. ممكن حد يقول لي طب هنا ليه مونتاني كلمة جمع مؤنث، طب ليه ما خدناش بلونش الأخيرة مع إنها جمع مؤنث؟ كلامك صح، بس هنا هنلاحظ إن فعل إن موجود قبل النقط على طول او، يبقى هنا بناخد الشكل المفرد المذكر. في المثال اللي بعد كده بقى بيقول لك اونيفيه لي مونتاني سو، يعني الجبال تكون، هنا بقى هناخد بلونش عشان مش موجود او.
في المثال اللي بعد كده بيقول لك la bague إيه يعني الخاتم يكون اوغ عايز يقول من الذهب، يبقى هنا هناخد ان. كرايو هتبقى هتاخد ا. المثال الخامس لغوب سو يعني الفساتين تكون ماغو بنية. المثال اللي بعد كده لابيغ دي شوسيغ ايه يعني او بتاخد نواغ التانية عشان كلمة لابيغ مؤنثة، يبقى هناخد نواغ في الشكل المؤنث. في المثال اللي بعد كده ماغي بوغ انروب يعني ماغي تلبس فستان كليغ، يبقى هناخد بلي. بالنسبة لوسائل المواصلات، وسائل المواصلات لما بستخدم حروف الضاد معها، حروف الضاد معها كقاعدة عامة لو كنت بركب جوه وسيلة المواصلات، يعني جوه الوسيلة المواصلات دي انا بركب جواها، بستخدم معاها حرف الجر ان. طب لو بركب عليها بستخدم حرف الجر ا. وعلى فكرة الأقدام تعتبر وسيلة مواصلات، يعني بقول ماشيا على الأقدام، ففي الحالة دي بستخدم حرف الجر أ، بس بشرط ما يكونش قبل وسيلة المواصلات محدد، يعني ما يكونش وسيلة المواصلات دي مسبوقة بأداة تعريف أو صفة إشارة أو صفة ملكية أو أي أداة من الأدوات المحددة اللي احنا خدناها في بداية المراجعة وخدناها في منهج أولى وتانية وتالتة ثانوي. طيب لو سبقت وسيلة المواصلات بمحدد في الحالة دي باخد حرف الجر باغ، يبقى أي وسيلة مواصلات بتسبق أو مسبوقة بمحدد بنستخدم معاها حرف الجر باغ. بيقول لك في وجود فعل بغوندر لو تسبق وسيلة المواصلات بحرف جر لعدم احتياج المعنى له، أمال بنستخدم معاها إيه؟ بنستخدم معاها أداة تعريف أو صفة إشارة، يبقى فعل بغوندر ما بنستخدمش معاه حرف الجر أو حرف جر، إنما بنستخدم معاه محدد اللي هو أداة تعريف أو صفة إشارة. مع فعل مونتي لو جاي بعديه وسيلة مواصلات مسبوقة بمحدد في الحالة دي بستخدم حرف الجر دو، أما فعل ديسوندر لو جاي بعديه وسيلة مواصلات بستخدم معاه أداة تجزئة اللي هي دي أو دي لا أو دي إلا أبوستروف أو دي بتاعة الجمع. نلاحظ بقى بيقول لك جي في او ليسي يعني اذهب الى المدرسه، هناخد اون باص عشان كلمه باص بنركب جواها او وسيله بنركب جواها. في المثال الثاني بيقول لك الفا او كلاب يعني يذهب الى النادي، نقط فيلو على الدراجه، هناخد حرف الجر اه. في المثال اللي بعد كده ولاحظ بقى في المثال ده هيقول لك مونا فواياج ا لوكسور يعني مونا تسافر الى لوكسور، نقط لوتغا كلمة لوتغا بنركب جواها وسيلة بنركب جواها بس بتست أو قبليها محدد اللي هو أداة تعريف اللي هو اللو، في الحالة دي هناخد باغ. جيم مونتي شوفال كلمة حصان بنركب أو يعتبر وسيلة بنركب عليه اللي هو حرف الجر أ. بيقول لك بقى مونامي بوغنت يعني صديقي بونت يصعد، لوتغا هناخد دو عشان لوتغا وسيلة مواصلات جاية مستخدمة معها فعل مونتي وكمان الوسيلة دي مسبوقة بمحدد اللي هو أداة التعريف له، ففي الحالة دي بنستخدم دو. المثال اللي بعد كده بيقول لك جي دي صوند يعني أنا أنزل مترو، يبقى دي مع فعل دي صوندر ووسائل المواصلات بنستخدم أداة تجزئة. بور لي أوكير يعني أذهب إلى القاهرة أو عشان أذهب إلى القاهرة، جي بروند أنا أخذ لوتغا وسيلة المواصلات، عرفنا ان فعل بروندر بياخد اداة تعريف او صفة اشارة. نوزا لو اوليسي بيه قلت لك من شوية ان الاقدام تعتبر وسيلة مواصلات وبنستخدم معها حرف الجر ا، فهنا هنستخدم ا مع بيه. استخدام حروف الجر مع فعل فونير بمعنى يأتي، فعل فينير بيستخدم مع حروف الجر باستخدامين، الاستخدام الاول لو دي بعديه مكان اسم مكان عام كمثلا سينما او نادي او الاستاد او محطة القطار او اي مكان عام اخر، او كمان لو جه بعديه اسم دولة ففي الحالة دي بستخدم معاه اداة تجزئة. فمثلا لو جه بعديه دولة مفرد مذكر بناخد معاها الدي، لو جه بعديه مكان او دولة مفرد مؤنث او قارة بنستخدم معاه ديلا. طيب لو دولة مبدوءة
او لو دوله مفرد مبدوء بحرف متحرك بنستخدم معاه دي ال او الصرف. طب لو الدوله دي جمع او المكان ده جمع بنستخدم معاه دي اللي هي اخرها اس. طيب فعل فينير او الاستخدام الثاني لفعل فينير مع حروف الجر لو دي بعديه اسم مدينه فبنستخدم معاه دي ما عدا الدول اللي احنا شايفينها قدامنا دي، القاهره دوكي بتاخد دي زي دوكير دو فيوم دي سينا دي هافر. حرف الجر بقى مع فعل فينير ما بيتغيرش بالنفي، يعني لا يتغير بالنفي، زي بقول زي في الامثله اللي قدامنا دي بيقول لك بيغ في فيا يعني بيغ ياتي، هياخد دي مع باريس، باريس اسم المدينه. مونكو با يعني صديقي، فافينيغ سياتي، فرانس، فرانس اسم دوله هتاخد دي. ليزي لي فيا يعني الاصدقاء ياتون، ليسي اسم مكان عام هياخد دي. ليزادو فيا يعني الشباب ياتون، ليبغي يبقى دي لا. فريد فيا كندا اسم دوله هياخد دي. مي باغون فيا يعني ابائي ياتون. ايطاتيوني الولايات المتحده هتاخد دي عشان اسم دوله جمع. جين فيان با اوبيتال يعني انا لا اتي من المستشفى، هاخد دي الا بالصروف. وهنا لا يخدعك ان فيا ما جايه بين ادتي النفي الني والبا، لان احنا قلنا حرف الجر دي مع فعل فينير لا يتاثر بالنفي، يعني ما بيتغيرش بالنفي. في المثال اللي بعد كده بيقول لك مونا نيفيان با يعني مونا لا تاتي، نقط بارك يعني من الحديقه، هاخد دي. التعبير عن الانشطه التي نمارسها، عشان تعبر عن النشاط اللي انت بتعمله او اللي انت بتمارسه هتستخدم فعل من الافعال اللي انا هقول لك عليها دي. ممكن تستخدم فعل فير بمعنى يمارس او يفعل، وكمان ممكن تستخدم فعل جويه بمعنى يلعب او يعزف، وكمان ممكن تستخدم فعل من افعال الاحساس اللي احنا خدناها من شويه بمعنى ايمي بمعنى يحب، ديت ستي بمعنى يكره، بريفيري بمعنى يفضل، براتيكي بمعنى يمارس، وادوري بمعنى يعشق. ان احنا ممكن نستخدم اي فعل من الافعال دي عشان اعبر بيها عن النشاط اللي انا بمارسه او علشان النشاط اللي انا بعمله. بس الفيصل هنا ان الافعال دي كل فعل منهم هياخد حاجه بعديه. فمثلا مع فعل فير عشان اعبر عن نشاط سواء كان بقى رياضه او بعزف على الاله الموسيقيه مثلا، فباخد معاه ادوات تجزئه. يبقى فعل فير بناخد معاه ادوات تجزئه، ادوات التجزئه اللي هي دي دي لا دي الا بوستروف دي. كمان بيقول لي ادوات التجزئه تتحول الى دي او دي ابوستروف عند النفي ما عدا عند وجود الافعال الاتيه اللي هي افعال الاحساس، ايمي ادوغي بريفيري ديتستي فولوار يعني يريد. فعل جويه بقى لو دي بعديه او لو المكان اللي انا لو عايز اقول ان انا بمارس او العب لعبه رياضيه، في الحاله دي هاخد معاه حرف جر اللي هو او لو اللعبه اللي بعديه مذكر، الا لو اللعبه اللي بعديه مؤنث، الا باستغراف لو اللعبه اللي بعديه مفرد مذكر او مؤنث بس مبدوع بحرف متحرك، او لو اللعبه اللي جايه بعديها جمع. طيب لو فعل جي بعديه بقى اسم اله موسيقيه، في الحالة دي هاخد بعديه أداة تجزئة. وخد بالك أدوات التجزئة مع فعل جويه ما بتتغيرش، ثابتة. يعني مع المذكر بناخد دي وبتن زي ما هي في حالة النفي أو الإثبات. كمان دي لا مع الاسم المفرد المؤنث، دي إلا أبوستروف مع الاسم المفرد المؤنث أو المذكر المبدوء بحرف متحرك. وأدوات التجزئة مع فعل جويه ما بتتغيرش في حالة النفي. كمان ممكن نستخدم زي ما قلنا فعل من افعال الاحساس، بس في الحالة دي بنستخدم مع افعال الاحساس او بنستخدم بعد افعال الاحساس اداة تعريف او لارتيكل ديفيني، ادوات التعريف اللي هي لو ولا والا بوستروف ولي. تعالوا بقى نحل هنا كده، بقول لك جي نقط اودينيس، لاحظ بعد النقط خد حرف الجر او، احنا خدنا من شوية او كانت بتيجي مع فعل جويه، يبقى هنقول جي جو. ال نقط لو باسكيت، باسكيت بمعنى كرة السلة، نلاحظ انها مسبوقة بمحدد اللي هي اداة تعريف فهتاخد ايم.
ال نقط دي بينج بونج. البينج بونج مسبوقه بادوات باداه تجزئه اللي هي الديف هتاخد فوم. دانيال في فعل في بياخد اداه تجزئه هتاخد الدي. ليكو بان جو جو بياخد حرف جر هتاخد الا عشان بيتانك كلمه مؤنثه. جيني في با انا لا امارس نقط فو. فوت فوت بول اللي هي كره القدم هتاخد دي عشان الجمله منفيه. دي الاولى. بينوا ني ام با ناتاسيو. كلمه ناتاسيو كلمه مؤنثه هتاخد الله. طب واحد منكم ممكن يقول لي طب هنا الجمله منفيه، احنا في النفي ما بنغيرش ادوات التعريف، ادوات بس التجزئه هي اللي بتتغير مع فعل في. بس خد بالك كمان زي ما قلت لك ان ادوات التجزئه مع فعل جويه لا تتغير. ناتاليا جو بيا يعني ناتاليا تلعب جيدا نقط هاند بول كرة السلة هناخد الاو عشان فعل جوي. جي جو يعني انا العب جويتار او انا اعزف الجويتار هتاخد الدي لا عشان فعل جوي بياخد اداة تجزئة مع اداة الادوات الموسيقية. مونا جو يعني مونا تلعب فيلو هتاخد الدي عشان فيلو اداة موسيقية. القاعدة اللي بعد كده هي ليبرونوم تونيك او الضمائر التوكيدية. ايه هي الضمائر التوكيدية او ايه هي وظيفتها في الجملة؟ الضمائر التوكيدية وظيفتها في الجملة انها بتيجي قبل الفاعل عشان تأكد على الفاعل ده او تأكد كلام الفاعل ده. فمثلا مع الجي هستخدم او قبل الجي هستخدم موا، مع التي هستخدم توا، مع الال والال هستخدم مع الال هستخدم لوي، مع الال هستخدم ال، مع النو هستخدم نو، كمان مع ضمير الضمير او هستخدم نو، مع الال افيك اس هستخدم او، مع الال افيك اس هستخدم ال افيك اس. نلاحظ بقى في الامثله جي هيبقى موا، او هتاخد النو، تي هتاخد توا، ال افيك اس هتاخد الاو. بقول لك سا مامير او سا ماسير يعني اختي، جي سور افيك يعني انا اخرج معها مع اختي اللي هي ال. مي باغو سو اباغي يعني ابائي يكونون في باريس. جي بونس انا افكر فيهم الاو عشان كلمه مي باغو ممكن اشيلها واحط مكانها ال افيك اس. بيير ايه مرض يعني بيير يكون مريض. جي في اليشي يعني انا هروح له هتاخد اللوي. لوبريزو او زمن المضارع. احنا خدنا في منهجنا في ثالثة ثانوي ان الافعال في اللغة الفرنسية بتنقسم الى ثلاث مجموعات. المجموعة الاولى بتنتهي بالاي ار والمجموعة الثانية كانت بتنتهي بالاي ار، اما المجموعة الثالثة فكانت بتنتهي بثلاث نهايات. النهاية الاولى بتنتهي بالاي ار، اما النهاية الثانية كانت بتنتهي بالار اي، النهاية الثالثة كانت بتنتهي بالاو ار. نهايات المجموعة الأولى كنا بنحذف الـ AR ونضيف النهايات الـ E مع J والـ T بنضيف معها ES والـ L والـ L بنضيف E. مع NO كنا بنضيف ONS، مع الـ VO بنضيف AZ، مع الـ L افيك S والـ L افيك S كنا بنضيف ENT. أما بالنسبة لأفعال المجموعة الثانية كنا بنحذف منها الـ AR ونضيف ES مع J، ES مع T، ET مع الـ L والـ L، وكنا بنضيف ESSONS مع النو، ESSEZ مع الفو، ESSENT مع الإلافيك أس والإلافيك أس. أما بالنسبة لنهايات المجموعة الثالثة فنهايات المجموعة الثالثة شاذة بمعنى إنها ما بتتبعش قاعدة معينة، ولكن بنحفظ كل فعل بتصريف خاص به، ولكن بيشتركوا في حالة إن كل نهايات المجموعة الثالثة لابد أن تكون منتهية بالنهايات الآتية. مع الجي الفعل هتلاقيه منتهي يا اما بالاس يا اما بالاكس، مع التي برضه منتهي بالاس او الاكس، مع الال والال يا اما بالدي لو الفعل اصل النهايه فيه تي دي، ومنتهي بالتي لو اصل الفعل فيه منتهي بالتي. مع النو هتلاقي الفعل منتهي بالاو ان اس، مع الفو الفعل منتهي بالاي زد، مع الال افيك اس والال افيك اس منتهيه دايما الفعل اي ان تي او او ان تي. بيقول لك كل الافعال بقى هتاخد النهايات اللي احنا شفناها فوق دي، يعني كل الافعال سواء بقى في المجموعه الاولى او في المجموعه الثانيه او في المجموعه الثالثه هتلاقي دايما الفعل منتهي بنهايه من النهايات اللي قلت اللي احنا شفناها من شويه دي،
وعلى حسب ضمير الفاعل اللي انت بتصرف الفعل معاه. بيقول لك كل الافعال عند تصريفها مع ضمير الفاعل نو بتاخذ او ان اس. كل الافعال بتاخد او ان اس ما عدا مع فعل ايتر هتلاقي نهايته اي اس. فمثلا لما يجي نصرفه مع النو هياخد صم، ما قلناش سومو، لا صم. كل الافعال عند تصريفها مع فعل فو مع ضمير الفاعل فو بتاخذ اي زد ما عدا مع ثلاث افعال وهما ايتر وفيل بمعنى يفعل ودير بمعنى يقول، هتاخد اي اس. فمثلا لما نصرفهم فعل ايتر مثلا هقول فوزيت بمعنى انتم تكونون، فوفيت انتم تفعلون، فو ديت انتم تكونون. والجدول اللي قدامنا ده جدول هتلاقي فيه اهم 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 الافعال اللي موجودة عندك في اللغة الفرنسية. فطبعا انتوا قدامكم اهوت، فايه كل ما عليكم انكم هتحفظوه حفظ كويس. تعالوا بينا بقى نشوف الامثلة. بيقول لك كومبيا نقط لا غوب، يبقى كوت. في المثال الثاني بيقول لك كومبيا لا غوب اي لاجيب، يبقى كوت عشان هنا الكلمة جمع، فممكن نشيلهم ونعوض مكانهم بالال افيك اس. صا نو نقط تغوب شير، يعني يكون غالي جدا. هنا هنلاحظ ان موجود نو وموجود قبلها صا، بس هنا النو هنا ضمير او ضمير توكيدي، فعشان كده هنستخدم هنصرف الفعل مع الصا، هنقول كوت. بيقول لك جيفو نقط افيزيتي لا كومباني، يعني انا سادعوك لزياره الريف. هنا هناخد او هنصرف الفعل مع الجي، فهنقول جانفيت، انا ادعوك. رقم خمسة اون نقط فيردسبورغ، يعني يجب، نحن يجب ان نمارس الرياضه. ضمير الفاعل اون بنصرف الفعل معاها زي تصريف الفعل مع الال والال، انما في المعنى بنترجم الفعل مع النو، يعني بنقول نحن. ولما تاخد صفة ملكية بتاخد صفة الملكية الخاصة بالنو اللي هي نوتخ او نوتخ او نو. المثال اللي بعد كده بيقول لك تولي موند، يعني كل العالم، فير دوسكي، هتقول سي اللي اخرها تي. القاعدة اللي بعد كده او الزمن اللي بعد كده هو زمن الامر، لامبيراتيف. زمن الامر بستخدمه او وظيفته في الجملة ان انا بستخدمه عشان اوجه نصيحة او طلب او امر لشخص معين. طيب ازاي اكونه؟ بكونه ان انا بوجه النصيحة او الطلب ده على ثلاث اشخاص، يا اما بوجهه عليك انت اللي هو ضمير الفاعل تي، يا نصيحة بوجه بيه نصيحة لينا كلنا ولا هو ضمير الفاعل نو، يا اما بأمر بيه مجموعة اشخاص او بأمر بيه مجموعة اشخاص قدامي اللي هو ضمير الفاعل فو. يبقى زمن الامر او الامبراتيف بيتكون من بصرف الفعل مع ضمائر الفاعل الثلاثة اللي هي التي والنو والفو في زمن الامر، بعد كده بنحذف الاس من ضمير الفاعل تي، بعد كده بنحذف ضمائر الفاعل اللي موجودة قدام الفعل، يعني بنحذف التي وبنحذف النو وبنحذف الفو، اصبح الفعل في زمن الامر. كمان بنحذف الاس من افعال المجموعة الاولى او الافعال اللي موجودة في المجموعة الثالثة واللي تصريفها زي تصريف المجموعة الاولى، زي اوفرير واوفرير وسوفرير وكويلير. بقول لك بقى لتوجيه الامر للجامعة او لمن اكبر سنا نصرف الفعل مع الفو في المضارع ثم نحذف الفو، يعني في حالة الاحترام بنصرف الفعل مع الفو في زمن المضارع وبعد كده بنحذف الفو. عند الاقتراح نصرف الفعل مع الضمير نو، يعني لما بتقترح على شخص حاجة معينة بتصرف الفعل في مع النو في زمن الامر، بعد كده بتحذف النو. في حالة النداء لما بتنادي على شخص بتصرف الفعل في الامر كالآتي، هتصرفه طبعا مع التي والنو والفو وبعد كده هتحذفهم، يعني مثلا هنقول مع كفعل جويه مثلا هنقول تي جوا نو جويو فو جويه، هنحذف الضمائر هيفضل معانا الفعل فقط
جو يعني العب، جويو لنلعب، جويه لتلعبوا. فعل اللي مثلا هنقول تي فا نوزالو فوزالي. بعد كده هنحذف ضمير الفاعل، هيفضل معانا الفعل، بس هنلاحظ اننا بنحذف الاس مع الضمير الفاعل تي، فهيبقى الفعل كالاتي: فا بمعنى اذهب، نوزالو بمعنى لنذهب، اللي بمعنى اذهبوا. هنلاحظ في المثال بيقول لي الي فا الا شومبر، يعني علي اذهب لغرفتك. في المثال الثاني بيقول له مدام بريني لوتغان سويفون، يعني يا مدام او مدام انت خدي القطار التالي. طيب في حاله الفعل بقى ذو ضميرين، يعني الفعل اللي موجود قدامه سي، بنحول او تحول الضمائر المفعول اللي هي التي والنو والفو بعد الفعل، يعني بنحطها بعد الفعل، والضمائر دي بتحول، التي بتحول الى توا، والنو بتستنى زي ما هي، والفو بتستنى زي ما هي، بس برضه بتحطهم بعد الفعل. فنلاحظ مثلا في فعل او في لو فيرب سولوفي هنصرفه كده، هنقول تي تو ليف، كده لسه في زمن المضارع، نو ليفو، فو فو ليفي. عشان بقى اصرفه في الزمن المضارع هنحذف ضمائر الفعل اللي هي التي والنو والفو، بعد كده هنحط ضمائر المفعول بعد الفعل، وهنحول التي الى توا، انما النو والفو هنحطهم بعد الفعل وهيستنوا زي ما هما. هنقول ليف توا، ليفو نو، ليفي ليفي فو. لاحظ بقى في الامثله بيقول لك سي تي امال او دو، يعني لو انت عندك الم في اسنانك نقط شي لدونتيست، يعني اذهب الى الطبيب، يبقى هناخد فا عشان هنا عشان ضمير الفاعل تي. مادام صيغه احترام يبقى هتاخد فيت اول واحده. سي تي ا رانديفو، يعني لو انت عندك ميعاد نقط تو، يبقى ليف توا. سيل فيشو، يعني لو الجو حر، نقط لافينتر، يعني افتح الشباك، هتاخد اوف الثانيه. مونا نقط او مونا ني نقط با سي سوار، يبقى تيبغو من الاولى. القاعده اللي بعد كده هي لو فيتور بروش او المستقبل القريب. زمن المستقبل القريب بيتكون من شقين، الشق الاول هو الفعل المساعد، فعل عليه مصرف في زمن المضارع، والشق الثاني اننا بنجيب الفعل اللي انا عايز احطه في زمن المستقبل القريب او الفوتير بروش في لانفينيتيف او في المصدر. وعلى فكره لما بننفي الزمن ده بننفي الفعل المساعد فقط اللي هو فيربال ليه، وعلى فكره فعل ليه هنا هو فعل مساعد فقط ملوش معنى، يعني ما بيترجمش في الجمله، وترجمه الزمن ده بيكون سين زائد الفعل، يعني سافعل، ساكل، ساشرب، هكذا. اذا كان المصدر فعل ضميري يتغير ضمير المفعول حسب الفعل، يعني مع الجي التي هتحول الى مي، مع التي التي هتتحول او السي هتتحول الى تي، مع الال والال هتتحول الى سي، مع النو هتتحول الى نو، مع الفو هتبقى فو، مع الالا فكاس والالا فكاس هتبقى سي. نلاحظ في الامثله بيقول لك بليز ستارت ال الا فوغيت، الال يبقى هنا هناخد فالي عشان فعل اللي هنا مصادف مع ال. بيقول لك دوما يعني غدا، او ضمير الفاعل او قلنا بيصرف زي الفعل زي تصريف الفعل ال، يبقى هناخد فاناجي. بيانتو تيفا، يبقى تيفا برومين فعل ذو ضميرين، يبقى اللي ناقص هنا هو ضمير المفعول تي. المثال اللي بعد كده بيقول لي جي في نقط دونانير. القاعده اللي بعد كده هي قاعده لو باسي ريسون او الماضي الحديث. زمن الماضي الحديث بستخدمه عشان اعبر بيه عن حدث تم من فتره زمنيه قصيره، ومن علاماته التعبير اليا بمعنى يوجد. وبيتكون الزمن ده من فعل او تصريف فعل فينير في زمن المضارع زائد دي زائد المصدر. والفعل ذو ضميرين
بيتغير برضو على حسب ضمير الفاعل، وعرفنا الضمير سي بيتصرف مع ضمائر الفاعل ازاي. نلاحظ بقى في المثال بيقول لك اليا ديس مينيت، يعني يوجد او من او منذ 10 دقائق. هنا اليا عشان دي بعد فترة زمنية بيترجم بمعنى منذ، يبقى اليا ديس مينيت يعني منذ 10 دقائق. الا يبقى هناخد تصريف فينير مع ال، يبقى فياندي تي فياندي يعني انت تأتي، تلفي يعني تلفي، يبقى بتصريفها مع التي. لو غروب دادوس يبقى فيا نو في نون دي يعني نحن سنأتي، يبقى هنا هناخد نو عشان ضمير المفعول مع الفعل ذو ضميرين بغوميني، يبقى نو نو بغوميني. القاعدة اللي بعد كده يا شباب هي قاعدة في غاية الأهمية، وده لأننا هنتكلم عن حاجة اسمها لو باسي كومبوزي أو زمن الماضي المركب. إيه هو زمن الماضي المركب أو إيه هي وظيفته في اللغة الفرنسية؟ زمن الماضي المركب بكل بساطة وظيفته في اللغة الفرنسية بيستخدم ليعبر عن حدث تم وانتهى في الماضي، ومن علاماته إن إحنا لو شفناها بنعرف على طول إن الجملة في زمن الماضي المركب. علاماته هي إيير بمعنى أمس، افونتيير بمعنى اول امبارح، اليا بمعنى منذ، وبس بشرط ان يكون اللي جاي بعدها مدة زمنية. كمان من علاماته ديبوي، وكمان من علاماته باسي زائد مدة زمنية، ودونيير زائد مدة زمنية، واخر علامة هي اون زائد سنة ماضية. ازاي بقى بنكون زمن الماضي المركب؟ احنا عارفين ان زمن الماضي المركب بيتكون من شقين، بيتكون من فعل مساعد يا اما ايتر او افوار زائد اسم المفعول. هنا بقى بياتي السؤال المهم، هو امتى نختار ايتر كفعل مساعد وامتى بنختار افوار كفعل مساعد؟ احنا طبعا عارفين ودرسنا في منهجنا في ثالثة ثانوي ان احنا بنختار ايتر كفعل مساعد في حالتين اتنين. اول حالة اننا بنختارها مع 14 فعل وبنسميهم افعال الحركة، وهما فعل انتغي بمعنى يدخل، عكسه سوغتير بمعنى يخرج، أرفي بمعنى يصل، عكسه باختير بمعنى يرحل أو يسافر، ألي بمعنى يذهب، فونير بمعنى يأتي، نيتر بمعنى يولد، مورير بمعنى يموت، تومبي بمعنى يسقط، ريستي بمعنى يظل أو يبقى، ديساندر بمعنى ينزل، باسي بمعنى يمر أو يعبر، واخر فعل هو فعل ريتورني. هم دول ال 14 فعل اللي احنا بنختار معاهم فعل ايتر كفعل مساعد، طبعا احنا بنلاقيهم في اسم المفعول. الحاله الثانيه اللي احنا بنختار فيها فعل ايتر كفعل مساعد هي مع الافعال ذو ضميرين، وعرفنا ان الفعل ذو ضميرين هو الفعل اللي بيكون مسبوق بالضمير المفعول سي. يبقى هم دول الحالتين اللي بنختار فيهم ايتر كفعل مساعد. اما باقي الافعال بقى بنختار معاها فعل افوار كفعل مساعد. هنا بقى بنيجي لسؤال تاني، وهو ازاي نجيب اسم المفعول من الافعال اللي انا عايز احطها في زمن الماضي المركب. زي ما احنا عارفين ودرسنا ان الافعال في اللغة الفرنسية بتتكون من 3 مجموعات. المجموعة الاولى كانت بتنتهي بالإر، وعشان نجيب اسم المفعول منها بنحذف النهاية دي اللي هي إر، وبنضع إر عليها اكسون، زي فعل جويه اسم المفعول منه جويه. اما الافعال اللي بتنتهي بالإر عشان نجيب اسم المفعول منها بنحذف الإر فقط، زي فعل فيني اسم المفعول منه فيني. اما الافعال اللي بتنتهي في المصدر بدي إر بنحذف الإر فقط وبنضع إي، زي فعل ديساندر اسم المفعول منه ديساندي. اما الافعال اللي بتنتهي في المصدر بإي إر إي بنحذف الإر إي ونضع التي، زي فعل فير اسم المفعول منه في. اما الافعال اللي بتنتهي في المصدر بأو إي إر بنحذف الأو إي إر وحرف الفي وأي حرف متحرك لحد ما نوصل لأول حرف في ساكن. بعد كده بنحط أو بنضيف للفعل أو للباقي من الفعل حرف الإي، زي فعل بوفوار اسم المفعول منه بي، كمان زي فعل ريسيفوار اسم المفعول منه ريسي. وقدامنا في الجدول ده مجموعة من أهم أسماء المفعول لأهم الأفعال في اللغة الفرنسية.
احفظها كويس، عشان الافعال دي هي تقريبا اهم الافعال اللي موجوده عندك في منهج ثالثه ثانوي. سامع حد دلوقتي بيقول لي، او سامع مصر كلها دلوقتي بتقول لي، طب ازاي يا ميسيو اعرف ان الجمله دي في زمن الماضي المركب ولا لا؟ هقول له يا سيدي، انا قلت لك في الاول على مجموعه علامات، لو لقيتها بتعرف ان الجمله في زمن الماضي المركب، هتلاقي العلامه دي في اول الجمله، لو لقيتها هتعرف على طول ان الجمله في زمن الماضي المركب. طيب لو ما لقيتش العلامه دي، يبقى الجمله مش في زمن الماضي المركب. طيب انا دلوقتي لقيت العلامه، هختار الشكل بتاع زمن الماضي المركب، هختار ايتر او افوار كفعل مساعد، بعد كده هجيب معاهم اسم المفعول، زي بالظبط لما بيقول لي في المثال اللي قدامنا ده، لسومين بصي يعني الاسبوع الماضي، سير جورناليست هذا الصحفي. لو بصيت في اول الجمله كده هتلاقي لسومين بصي يعني الاسبوع الماضي، واحنا خدنا من شويه ان كلمه بصي من علامات زمن الماضي المركب، فبالتالي الجمله دي في زمن الماضي المركب، فانا هنا هختار الشكل بتاع زمن الماضي المركب، يبقى هختار اغري يعني بمعنى قد كتب. المثال الثاني بيقول لي اير بمعنى امس، نو يعني نحن، كلمه اير من علامات زمن الماضي المركب، يبقى هختار شكل زمن الماضي المركب، يبقى هختار افو روجاردي. كمان في الملاحظه الثانيه بيقول لي من الممكن الا نجد بالجمله اي من علامات زمن الماضي المركب، ولكن هنلاقي الفعل المساعد اتر او افوار، وبعده على طول هنلاقي فيه نقط. في الحالة دي هنختار اسم المفعول على حسب الأفعال اللي بتاخد ايتر، وعلى حسب الأفعال اللي بتاخد افوار كفعل مساعد، كمان على حسب التطابق وعدم التطابق، زي بالظبط في المثال ده بيقول لي أليكس نقط، اللي هي قبل النقط ده هو الفعل المساعد وهو فعل افوار، يبقى هنا هنختار معاه اسم المفعول وهو انفيتي بمعنى دعوته التانية، انفيتي التانية. لفت مودي نادية يعني ملابس نادية، سو تكون اكيد طبعا هاخد دي مودي التانية، لان الفعل المساعد هنا هو فعل افوار، يبقى هنختار معاه دي مودي، لان كلمة دي مودي او اسم المفعول بياخد تطابق مع فعل ايتر او المساعد ايتر، والفاعل هنا هو لفت مو، وكلمة لفت مو جمع مؤنث. كمان بيقول لي من الممكن ألا نجد في الجملة أي من علامات زمن الماضي المركب، ولكن هنلاقي اسم المفعول وقبله على طول في نقط، في الحالة دي هنختار إيتر على حسب الأفعال اللي بتاخد إيتر، وعلى حسب الأفعال اللي بتاخد أفوار كفعل مساعد. من شوية كنا بنقول هنلاقي الفعل المساعد ومش هنلاقي اسم المفعول، لا هنا بقى العكس، هنلاقي اسم المفعول ومش هنلاقي الفعل المساعد. في الحالة دي هنختار الفعل المساعد الناقص على حسب الأفعال اللي بتاخد إتر، وعلى حسب الأفعال اللي بتاخد أفوار، زي لما بيقول لي في المثال نو نقط، في هنا اللي موجود بعد النقط هو اسم المفعول من فعل فير بمعنى يفعل أو يعمل، وفعل فير كان بياخد أفوار كفعل مساعد لأنه مش من ال 14 فعل ومش من الأفعال ذو ضمير، يبقى هنا هنختار أفو الأولى. اما بقى بيقول لي لو ما لقيتش في الجمله اي من علامات زمن الماضي المركب، وكمان ما لقيتش الفعل المساعد او اسم المفعول، في الحاله دي الجمله اصلا مش في زمن الماضي المركب، يبقى هنا الجمله في زمن لوبريزون او في زمن المضارع، هنختار تصريف الفعل في زمن المضارع على حسب التطابق بين الفعل وبين الفاعل، زي في المثال ده بيقول لي جي نقط الي، يبقى هنقول جي فوا الاولى. كمان بيقول لي إذا كان الفعل المساعد هو فعل أليه وبعديه مصدر، فالجملة في زمن المستقبل، وهيكون تكوين الجملة كالآتي. أول حاجة هيجيبها علامة من علامات زمن الماضي المركب وهي ضمان بمعنى غدا، بعد كده فاعل، بعد كده تصريف فعل أليه، بعد كده المصدر، وتكون الجملة بمعنى سوف، زي بالظبط لما بيقول لي في المثال دوما يعني غدا جي نقط أستاذ، يبقى هختار هنا في تصريف فعل ألي مع الجي وزائد المصدر، يبقى هقول جي في ظلي يعني وسأذهب. بيقول لي بقى في الملاحظة دي اسم المفعول مع فعل إيتر
بيتبع الفاعل من حيث النوع والعدد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اسم المفعول المصرف مع المساعد اتر بيتطابق مع ضمير الفاعل من حيث التذكير والتأنيث ومن حيث الإفراد ومن حيث الجمع. يعني لو كان الفاعل مفرد اسم المفعول هيكون مفرد، لو الفاعل جمع اسم المفعول هيكون جمع، لو الفاعل جمع مذكر او جمع مؤنث في الحالة دي برضه اسم المفعول هيكون جمع مذكر او جمع مؤنث، بس بشرط واحد ان الفعل المساعد يكون إيتر. اما لو كان الفعل المساعد أفوار ففي الحالة دي اسم المفعول ما بياخدش تطابق مع الفاعل، زي بالظبط لما بيقول لي في المثال إيير إلي ألي، يعني بالأمس لقد ذهبت أستاذ إلى الاستاد. هنلاحظ هنا إن ألي خد التطابق وهو التأنيث مع ضمير الفاعل إل بمعنى هي. كمان في المثال الثاني بيقول لي إيير بمعنى أمس، إل سو ألي أو سينما، يعني هم او لقد ذهبوا الى السينما. برضو هنا هنلاقي في تطابق بين اسم المفعول وضمير الفاعل، اسم المفعول اللي هو اللي انجمع مع ضمير الفاعل الى فكاس بمعنى هم. فعل بصي بقى عليه ملاحظة في غاية الاهمية، وده لان في طلبة كتير او بتقع في النقطة دي، والنقطة دي اصلا هي موضع امتحان، وهو ان فعل بصي لو اتى بعديه حرف جر بيكون بمعنى يمر عبره، وفي الحالة دي بياخد إتر كفعل مساعد. أما لو ما جاش بعديه حرف جر وأتى بعديه مدة زمنية في الحالة دي يكون بمعنى يقضي، وهنا بياخد أفوار كفعل مساعد. تعالوا بقى نحل الأمثلة دي على زمن الماضي المركب. بيقول لي إيير يعني أمس، في علامة من علامات زمن الماضي المركب، يبقى هنختار إتر أو أفوار كفعل مساعد زائد اسم المفعول، يبقى هنقول سويزرلي. في المثال الثاني بيقول لي إيير جيا بختي، يبقى هنا هنختار ايه؟ لان اللي ناقص كان الفعل المساعد واللي موجود هو اسم المفعول. في المثال رقم 3 بيقول لي لندن ليغ يعني العام الماضي منى ايه؟ يبقى هنختار اللي التانية، عشان طبعا مع فعل المساعد اتر في تطابق بين الفعل اسم المفعول والفاعل. في المثال رقم 4 بيقول لي ما فامي، هناخد ايه بختي. المثال اللي بعد كده إيير إل نقط بصي، يبقى هناخد آه مع فعل بصي عشان بصي أتى بعديها مدة زمنية. أما في المثال اللي بعد كده بيقول لي إل إيه نقط بصي شي لوكوا فير، يبقى هنا هنختار إيه لأن بصي أتى بعديه حرف جر. المثال اللي بعد كده بيقول لي نو نقط فيني، هنا هنختار أفو. بعد كده بيقول لي إل نقط أنتغيني، هنا هنختار سي عشان ده فعل ذو ضميرين والافعال ذو ضميرين بتاخد اتر كفعل مساعد. المثال اللي بعد كده بيقول لي اير ال نقط رون تري، هنا هنختار ايه لان رون تري من الافعال ال 14 فعل اللي بتاخد اتر كفعل مساعد. يلا بينا نتكلم شويه يا شباب عن حاجه اسمها ليبرونوم بيرسونال او الضمائر الشخصيه. ايه هي وظيفه الضمائر الشخصيه في اللغه الفرنسيه؟ الضمائر الشخصية في اللغة الفرنسية وظيفتها اننا بنستخدمها عشان ما نطولش في الكلام او اختصارا للكلام. والضمائر الشخصية في اللغة الفرنسية اسمها ليبرونوم بيرسونال، والجدول اللي قدامنا ده هو تقريبا ملخص كل الضمائر الشخصية اللي موجودة عندك في منهج ثالثة ثانوي، هو بس ناقصها الضمائر الشخصية اللي بتحل محل الفاعل واللي اسمها برضه ليبرونوم بيرسونال بس بنزود لها كلمة سوجي في الاخر. ليبرونوم بيرسونال سوجي، واحنا عارفين ان الضمائر الشخصيه اللي بتحل محل الفاعل كانت الجي بمعنى انا، تي بمعنى انت، ال بمعنى هو، وال بمعنى هي، نو بمعنى نحن، فو بمعنى انتم، ال افيك اس بمعنى هم، ال افيك اس بمعنى هن. اما الضمائر الشخصيه اللي بتحل محل المفعول واللي اسمه ليبرونوم بيرسونال كومبليمو، والمفعول زي ما احنا عارفين بينقسم الى مفعول دايركت مباشر واندايركت غير مباشر. وهنا بيأتي السؤال المهم، يعني ايه مفعول مباشر ويعني ايه مفعول غير مباشر؟ المفعول المباشر في اللغة الفرنسية بيكون غير مسبوق بحرف جر، اما المفعول غير المباشر بيكون مسبوق بحرف جر. اذا هي عملية عكسية، غير يعني مسبوق، اما مباشر يبقى غير مسبوق. وضمائر المفعول اللي بتحل محل المفعول المباشر كنا بنستخدم معاه لو او لا او الا بالصرف او ليه. سامح حد فيكم بيقول لي
طب يا ميسيو، او سامع مصر كلها بتقول لي طب يا ميسيو مش دولت ادوات التعريف؟ هقول له صح كلامك، هم دولت شبه ادوات التعريف فعلا، بس هنا ما بنستخدمهمش بمعنى قال، او ما بنستخدمهمش استخدام ادوات التعريف. هنا دولت بيستخدموا كضمائر مفعول، ودولت بيستخدموا ليحلوا محل مفعول مباشر مسبوق بأداة تعريف او صفة اشارة او صفة ملكية، او ان يكون المفعول نفسه اسم شخص. كمان من الضمائر اللي كانت بتحل محل المفعول المباشر هو الضمير او، والضمير او ده بنستخدمه عشان يحل محل مفعول مباشر مسبوق بأداة تجزئة او أداة نكرة او عدد او ظرف كمية. وخد بالك ان العدد وظرف الكمية في حالة لو كانت الجملة مثبتة بنعدهم تاني في جملة الإجابة، أما لو كانت الجملة منفية في الحالة دي ما بنعدهمش تاني، بنحذفهم. أما الضمائر الشخصية اللي كانت بتحل محل المفعول غير المباشر، يعني مفعول مسبوق بحرف جر، فبنستخدم لوي أو ليغ لو كان المفعول بيدل على حيوان أو شخص عاقل مسبوق بحرف الجر أو، فبنستخدم لوي لو المفعول ده مفرد، وليغ لو المفعول ده جمع. أما لو كان المكان مسبوق بحرف جر ما عدا دي، أو مفعول بيدل على اسم شخص مسبوق بحرف جر شيء، ففي الحالة دي بنستخدم الضمير اجرك. كمان من الضمائر اللي كانت بتحل محل المفعول غير المباشر هو الضمير او، والضمير او كنا بنستخدمه عشان يحل محل مفعول غير مباشر بيدل على شخص غير عاقل مسبوق بحرف جر دي. هنا بقى في سؤال مهم، وهو ازاي اختار الضمير الشخصي المناسب؟ هقول لك على مجموعة من الطرق اللي هتستخدمهم عند اختيارك للضمير الشخصي المناسب. الطريقة الأولى هتشوف ايه الكلمة اللي من المفروض انها تكون موجودة في الإجابة وكمان موجودة في السؤال. بعد كده هتشوف موقع الكلمة دي، يا ترى هل موقعها فاعل ولا مفعول؟ لو كان موقعها فاعل هتختار ضمير شخصي بيحل محل فاعل، واللي هما كنا بنقول عليهم الجي والتي والال والال والنو والفو والالافيك اس والالافيك اس. طيب لو كان موقعها مفعول، في الحالة دي هتشوف المفعول ده يا ترى هو مفعول مباشر ولا مفعول غير مباشر. طيب لنفترض مثلا انه مفعول مباشر، في الحالة دي هتشوف يا ترى هل مفعول مباشر معرفة ولا مفعول مباشر نكرة. طيب لو مفعول غير مباشر يبقى هتختار الضمير الشخصي اللي بيحل محل المفعول غير المباشر، زي بالظبط في المثال اللي قدامنا ده بيقول لي اسك تي ام سيفيلم، بيقول لي وي جي ام. هنا بيقول لك في السؤال هل انت تحب هذا الفيلم؟ رد عليا قال لي وي جي ام، يعني نعم انا احبه. هنا لو لاحظت ان الكلمة اللي المفروض تكون موجودة في الاجابة كمان هي سيفيلم، لان سيفيلم موجودة في السؤال ومش موجودة في الاجابة. يبقى هنا هنشوف الكلمة دي موقعها في الجملة ايه، هنلاقي موقعها في الجملة مفعول. طيب مفعول مباشر ولا غير مباشر؟ هنشوف مسبوقة بحرف جر ولا لا. هنا مش مسبوقة بحرف جر، يبقى هي مفعول مباشر، يبقى هنستخدم لو، وعشان الكلمة اللي جاية بعد النقط موضوع متحرك هتاخد الا بصرف. السؤال الثاني بيقول لي تي ام لسبورت، يعني هل انت تحب تحب رياضات؟ قال لي وي جي ام، يعني نعم انا احب. يبقى الكلمة اللي موجودة في السؤال ومش موجودة في الإجابة هي كلمة لسبورت، وكلمة لسبورت مفعول مباشر عشان مش مسبوقة بحرف جر، يبقى هتاخد اللي. الطريقة الثانية بقى انك بتقول لي لو وجدت الجملة فيها مفعول مباشر، الجملة نفسها اللي موجود فيها هو مفعول مباشر، يبقى اللي ناقص هو المفعول غير المباشر، يبقى اللي هيكون في الإجابة المفروض يكون مفعول غير مباشر. زي بالظبط في المثال اللي قدامنا ده بيقول لي سيت فليغ، يعني هذه الزهرة، جي فيد دوني أمنية، يعني أنا سأعطيها لأمنية. يبقى اللي ناقص هنا هو سيت فليغ اللي في أول الجملة، المفعول اللي موجود معانا في الجملة هو أمنية، وأمنية هنا مسبوقة بحرف جر، يبقى المفعول ده مفعول غير مباشر، يبقى اللي كان ناقص أصلا هو مفعول مباشر اللي هي سيت فليغ، وسيت فليغ دي مفعول مباشر مسبوق بصفة إشارة اللي هي سيت، فهتاخد الله. في المثال الثاني بقى بيقول لي أمنية جي في دوني سيت فليغ، هنلاحظ هنا إن المفعول اللي في آخر الجملة سيت فليغ مفعول مباشر عشان مش مسبوق بحرف جر، يبقى أمنية اللي في أول الجملة كانت مفعول غير مباشر، فعشان كده هتاخد اللوي، وخدنا اللوي عشان أمنية مفعول غير مباشر مفرد، أما لو مفعول غير مباشر جمع كنا خدنا الليغ.
بالنسبة بقى لضمائر المتكلم والمخاطب، لو لقيت المي هتختار التي، والعكس لو لقيت التي هتختار المي. كمان لو لقيت النو هتختار الفو، ولو لقيت الفو هتختار النو. زي بالظبط لما بيقول لي في المثال تي مي فوا، هنا مي يبقى في الإجابة هنقول وي جي تي فوا. في السؤال الثاني بيقول لي تي نو ايكوت، يعني هل أنت تسمعنا؟ هيقول لي وي جي فو زي كوت. يبقى هنا خدت فو عشان في السؤال كان في نو. في السؤال الثاني بيقول لي فو مي ايمي، يعني هل انت تحبني؟ قال لي وي نو تي ايمو، يعني نعم نحن نحبكم. في حالة الامر المثبت بقى تتحول الضمائر، المي بنحولها الى موا، والتي بنحولها الى توا. اما في حالة الامر المنفي ما بنحولهمش، بس بنجيبهم بعد الفعل. امتى بقى بنختار الضمير الشخصي ان؟ بنختار الضمير الشخصي ان في الحالات اللي بقول لك عليها دلوقتي دي. اول حالة لو لقيت بعد النقط افعال بتدلني على الاكل او الشرب، زي فعل مونجي بمعنى يأكل، بواغ بمعنى يشرب، بغوندر بمعنى يتناول. ايش معنى؟ عشان او لو طلعت في الجدول فوق هتلاقي كان من ضمن الحالات اللي بنستخدمها فيها ان يكون المفعول مسبوق باداة تجزئة. وزي ما احنا عارفين ان الافعال اللي بتدل على الاكل والشرب بيجي بعدها اداة تجزئة. كمان اذا وجدنا في نهاية الجملة كلمات تدل على العدد او الكمية، وبرضو الحتة دي كانت من ضمن الحالات اللي بنستخدم فيها الضمير الشخصي ان. كمان بيقول لي اذا كانت النقاط في وسط التعبير اليا بهذا الشكل، يعني لو لقيت التعبير اليا بالشكل اللي قدام ده، ال بعد كده اجريك بعد كده نقط بعد كده تصريف فعل افوار، في الحالة دي لازم 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 اختار الضمير الشخصي او. طيب امتى بقى بختار الضمير الشخصي اجريك؟ بيقول لي بنختار الضمير الشخصي اجريك في حالتين. الحالة الاولى لو لقيت بعد النقط فعل من الفعلين دولت، الي بمعنى يذهب، ابيتي بمعنى يسكن. اما الحالة التانية لو كان بعد النقط فعل ذو ضميرين، في الحالة دي بنختار الضمير الشخصي اجريك. طيب امتى بنختار الضمير الشخصي لوي او ليغ؟ بنختار الضمير الشخصي لوي او ليغ اذا وجدنا بعد النقاط احد الافعال الاتية، ديمون دي بمعنى يطلب، كونسيي بمعنى ينصح، بروبيزي بمعنى يقترح، اوبييغ بمعنى يطيع، روندر فيزيت بمعنى يعد للزيارة، ديغ بمعنى يقول، تليفوني بمعنى يتصل، باغلي بمعنى يتكلم، انفويي بمعنى يرسل. امتى بقى بنختار الضمائر الشخصية لو او لا او الا باستضافة او ليه؟ بنختار الضمائر الشخصية لو او لا او الا باستضافة او ليه؟ لو كان بعد نقط فعل من افعال الاحساس، او فعل من الافعال اللي بتدلني على المحبة او الكراهية. وزي ما قلت لكم ان افعال الاحساس او الافعال اللي بتدل على المحبة او الكراهية لازم يجي بعدها اداة تعريف، وبالتالي لما بختار مكانها ضمير مفعول بختار لو او لا او الا باستضافة او ليه. اما اذا كانت النقاط في نهاية الجملة، يعني مفيش بعدها تكملة، وقبل النقاط دي في حرف جر، في الحالة دي بنختار ضمير توكيدي حسب المتكلم. يعني مثلا مع ال بنختار لوي عشان اسم مفرد مذكر، مع ال بنختار ال عشان مفرد مؤنث، مع ال افيكاس بنختار او عشان جمع مذكر، مع ال افيكاس بنختار ال افيكاس عشان جمع مؤنث. تعالوا بينا بقى نحل امثله على البرونو بيرسونال او الضمائر الشخصيه. بيقول لي سيموني كيب جي انكوراج، يبقى هنا كلمه موني كيب مفعول مباشر، عشان كده هاخد ال ابوستروف، وخدت ال ابوستروف عشان انكوراج مبدوعه بحرف متحرك. السؤال اللي بعد كده بيقول لي جي مونتغين استاد، يعني ساتدرب في الاستاد. وقال لي جي نقط في تولي جور، يعني انا اذهب كل يوم. يبقى هنا المفعول اللي ناقص هو أستاد، يبقى هياخد إجريك عشان أستاد مبدوع بحرف الجر أ، وحرف الجر أ اللي بيدل على مكان بياخد إجريك. السؤال اللي بعد كده بيقول لي لا كومباني إلوا، يعني الريف يكون بعيد، مي لكن أون سي نقط بغنوم، هنا فعل ذو ضميرين يبقى هناخد الإجريك. بيقول لي سي منى، إنها منى، مع منى هناخد اللوي. بيقول لي ليه فرويت سون فغي، يعني فواكه تكون طازجة، هنا ليه فرويت مفعول بيدل على الأكل والشرب، فهنا هناخد أو. بيقول لي فوالا لو بروفيسور،
نو بارلو دي ايكول، يبقى هناخد اللوي عشان لبخ في صيغ مفعول غير مباشر. بيقول لي لا ميزو اي انسيان، ال نقط قابط، يبقى لا ميزو هياخد الاجريك. بيقول لي لي بوم سون فريش، لسه حالين زيها من شويه، لي بوم هتاخد الا عشان بتدل على الاكل. بيقول لي فوالا نوتر في، يعني ها هي مدينتنا، نو نقط سومني، يبقى هتاخد الله عشان في سبقت بصفة ملكية. السؤال اللي بعد كده بيقول لي مونا ايجنتيل، يعني مونا تكون انيقة، مونا هتاخد اللوي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي فوالا ميزامي جي سوغافيك، يعني ها هم اصدقائي ساخرج معهم. وقلت لك ان النقط لو كان جاي قبليها حرف جر بناخد ضمير توكيدي، فهناخد او. القاعدة اللي بعد كده يا شباب هي قاعدة ليزر فيرب دي كوانتيتي، او ظروف الكمية. بيقول لي يمكن التعبير عن الكميات غير المحددة باستخدام ظرف الكمية من اللي قدامنا دول. بيقول لي يمكن نستخدم ام بي دي بمعنى قليل من، ودي ممكن تحول الى دي ابوستروف لو اللي جاي بعدها حرف متحرك. كمان السي دي يعني كاف من، بيكوب دي كثير من، تغوب دي يعني اكثر من، ان غراند نمبر دي بمعنى عدد كبير من. وكمان هنلاحظ ان دي ما بتتغيرش لو اللي جاي بعديها ظرف كمية، يعني دي ما بتاخدش اس لو اللي جاي بعديها جمع، وكمان ما بنحولهاش لدي في شكلها المؤنث او دي في شكلها المذكر ايا كان. زي بالظبط في المثال اللي قدامنا ده، بيقول لك جي مونج ام بي دي جاتو. لاحظ هنا ان جاتو كلمة جمع، فالمفروض كانت خدت الدي لاخرها اس، انما هنا دي سبقها ظرف كمية، ففي الحالة دي ما بنحولهاش، فبتكون دايما في الشكل دي اللي قدامنا ده. بيقول لي يمكن حذف دي التي تأتي بعد ظرف الكمية عدم احتياج المعنى ده، بمعنى ان ظرف الكمية لو جاي في اخر الجملة ومفيش تكملة او مفيش مفعول بعدها، في الحالة دي ما بنكتبش بعدها دي. طيب امتى بنكتب دي؟ بنكتب دي لو جه بعد ظرف الكمية مفعول، لو ما جاش مفعول ما بنكتبش دي، عشان كده ما بيكونش ليها معنى. زي بالظبط في الامثلة اللي قدامنا دي، بيقول لي جاشيت دي 100 غرام، يعني انا اشتريت 200 غرام دي سوسيون، يبقى هنا هناخد الدي الاخيره. الكوزين مفيش مفعول، يبقى هناخد ام بي، ما ينفعش ناخد ام بي دي او السي دي عشان مفيش مفعول بعد النقط. بيقول لي المي نقط بيغ، هناخد ام بي دي. بيقول لي بعد كده مون بيغ بوا السي نقط كافي، يبقى هاخد دي الاخيره. بيقول لي بعد كده اليا بيكوب دي اليف، هاخد دي اللي في النص عشان الكلمة اللي بعد كده مبدوعة بمتحرك. بيقول لي بعد كده الا شيت ان كيلو، يبقى هاخد دي الاولى. القاعدة اللي بعد كده هي قاعدة لا كومبيراتيف او المقارنة. المقارنة في اللغة الفرنسية بتكون في ثلاث حاجات، يا اما مقارنة في الصفات، يا اما المقارنة في الاسماء، يا اما مقارنة في الافعال. المقارنة في الصفات بنستخدم معها بليس كي بمعنى اكثر من، وسي كي مساوي لي، وموان كي اقل لي. اما المقارنة في الاسماء بنستخدم معها بليس دي كي يعني اكثر من، وتان دي كي يعني مساوي لي، موان دي كي يعني اقل لي. اما المقارنة في الافعال بنستخدم معها الفعل زائد بليس كي او اوتان كي بمعنى مساوي لي، موان كي يعني اقل لي. بيقول لي بالنسبة لمقارنة الاسماء، حرف جر دي لا يضغم ابدا. زي بالظبط في المثال اللي قدامنا ده، بيقول لي جي مونج اوتان دي فروي كي دي لجيم، يعني انا باكل فاكهة مساوية للخضروات. بيقول لي الصفة موضع المقارنة تتغير حسب نوع وعدد الفاعل، يعني الفاعل اللي في الجملة لو كان مفرد الصفة هتكون مفرد، جمع الصفة هتكون جمع، جمع مذكر يبقى الصفة هتكون جمع مذكر، جمع مؤنث يبقى الصفة هتكون جمع مؤنث. زي بالظبط لما بيقول لي لاغوب يعني فستان، ابليس جولي يعني اكثر جمالا، كيلا جيب من الجيبة. اما لو سبق الصفة دي التعبير سي، فالصفة دايما بتكون في المفرد المذكر.
بغض النظر بقى عن الفاعل ده مفرد ولا جمع، مذكر ولا مؤنث، زي بالظبط لما بقول لي لا غوب سي بليس، يعني الفستان انه الاكثر جولي جمالا كلا جيب من الجيبه. بيقول لي جيمونج نقط فورماج، يعني اكل نقط جبنه. كلمه جبنه مقارنه في الاسماء يبقى هتاخد بليس دي. بيقول لي في المثال اللي بعد كده لي فرويت، يعني الفواكه سون نقط في غي، هنا المقارنه في الصفات فاكيد طبعا هتاخد اوتان كي. بيقول لي جيمونج نقط معصير، معصير مقارنه في الاسماء هتاخد بليس كي. بعد كده بيقول لي جوليا اشيت بليس نقط بون كي، هنا موجود بليس وموجود كمان كي بعد الاسم فاكيد طبعا هناخد الدي الاخيره. بعد كده بيقول لي ليجاتون سون بريس نقط كي، اكيد طبعا هناخد ساكري عشان المقارنه في الصفات بتاخد تطابق مع الفاعل زي ما قلنا. بيقول لي بعد كده ليجاتو سي بلوس نقط كي، هنا هناخد ساكري الاولى عشان الصفه سبقت بالتعبير سي. القاعده اللي بعد كده يا شباب هي قاعده لانتروجاسيون او قاعده الاستفهام، واحنا طبعا درسنا في منهج ثالثه ثانوي ان الاستفهام بيكون يا اما استفهام كلي يا اما استفهام جزئي، ولما يجي يسالك عن الاستفهام هتلاقيه عاطيلك او حاطط لك في الاختيارات ثلاث ادوات استفهام، وعشان تحل السؤال ده بكل سهوله وكمان بطريقه صحيحه هنقوم بترجمه ادوات الاستفهام الثلاثه اللي هو عطاهم لي في الاختيارات، هنترجمهم مع الجمله ترجمه صحيحه. بعد كده هنشوف اي اداه استفهام فيهم كان معناها اقرب للجمله، وبالتالي هتكون هي دي الاجابه الصحيحه. طب ايه هي ترجمه ادوات الاستفهام؟ ترجمه ادوات الاستفهام اسك بمعنى هل، هي اصلا المفروض ما يكونش لها معنى ولكن احنا هنا بنترجمها بمعنى هل. او بمعنى اين، ولو المفعول مسبوق بحرف جر بياتي قبل اداه الاستفهام، زي دي او بمعنى من اين، بغ او عبر اين، كوند وكانت بتسأل عن الزمن غير المحدد بالساعة وكانت معناها متى، أكل إيغ الزمن بتسأل عن الزمن المحدد بالساعة ومعناها في أي ساعة، كومو معناها كيف وكانت بتسأل عن الاسم أو الحال أو الصحة أو الوسيلة، كين بمعنى من بتسأل عن العاقل سواء كان العاقل ده مفعول أو فاعل، كي بمعنى ماذا، أنكوا بمعنى من أي شيء، كل بمعناها أي أو ما، بوركوا معناها لماذا وكانت بتسأل عن السبب، كومبيان دي بمعنى كم، كومبيان كوت بمعنى كم يتكلف. بيقول لي شكل دي لا يضغم، يعني دي اللي بعد كومبيان دي دايما بتكون دي او دي ابوستروف لو اللي جاي بعديها حرف متحرك. بيقول لي بقى نقط اليمو مونج تيلو متا، يعني انت ايه الطعام اللي انت بتاكله في الصباح، اعطيني كل وكل وكل، يبقى هنشوف الكلمه اللي بعد النقط هنشوفها مفرد ولا جمع، مذكر ولا مؤنث، هنا هنلاقيها جمع مذكر فهتاخد كل الاخيره. بيقول لي بعد كده بواسون بريفير تي، يعني المشروب اللي انت بتفضله، اعطيني في الاختيارات كل وكل وكل، هنا هناخد كل اللي في النص عشان بواسون جمع مؤنث. بيقول لي بعد كده نقط ايكيب انكوراج تي، يعني الفريق ايه الفريق اللي انت بتشجعه، اعطيني برضو كل وكل وكل، هنا هناخد كل الاخيره عشان ايكيب مفرد مؤنث. رقم اربعه بيقول لي نقط سيزون بريفير تي، يعني ايه الفصل من فصول السنه اللي انت بتفضله، اعطيني برضو في ادوات الاستفهام كل وكل وكل، هنا هناخد كل الاخيره عشان سيزون جمع مؤنث. بعد كده بيقول لي ريسيت سي تي كوزيني، يعني ايه الوصفه اللي انت عارفها في الطبخ، اعطيلي كل وكل وكل، هنا هناخد كل الاولى عشان ريسيت مفرد مؤنث. بعد كده بيقول لي نقط بلا بريفير تي اوديجيني، يعني ايه الطبق اللي انت بتفضله في وجبه الغداء، اعطيلي كل وكل وكل، هنا هنختار كل الاولى عشان مفرد مذكر. نلاحظ هنا ان احنا لما بناخد كل او لو لقيت نفس الاداة فهنا بنشوف الكلمة اللي بعد كده، هل يا ترى الكلمة دي مفرد ولا جمع، مذكر ولا مؤنث، وبعد كده بنختار الاداة المناسبة معها على حسب النوع وعلى حسب العدد. هنا هنترجم ادوات الاستفهام بقى مع الجملة،
وبقى هنشوف الاداه اللي اقرب للمعنى للجمله وهتكون هي دي اداه الاستفهام. الاداه اللي بعد كده او بمعنى اين، اين سوفريفو اين تعاني، يبقى طبعا هنختار دي كوا يعني من اي شيء سوفريفو تعاني. بعد كده بيقول لي باستي قال لي جي نيبونس اريا يعني انا لا افكر في شيء. هنا هتقول لي اكي يعني الى من، ولا اقوى يعني في اي شيء، ولا اقوى يعني ماذا، يبقى هنا طبعا هنختار اقوى يعني في اي شيء. بيقول لي بعد كده نقط تي تجويز امبيلو، يبقى هنا هنختار انقوى. بعد كده بيقول لي تي دي موفي اومير، هنا هنختار بوركوا. بعد كده بيقول لي كومبيان دي كيلو، كومبيان طبعا بتاخد دي الاولى، ودي زي ما قلنا ما بتتغيرش مع كومبيان. القاعده اللي بعد كده يا شباب هي قاعده لا نيجاسيون او النفي. احنا طبعا عارفين ان الجمله بصفه عامه بتنفى بوضع الفعل بين الني والبا، هم دول ادوات النفي. طب يا ميسيو هل كل الجمل بتنفى بين الني والبا؟ هقول لك لا يا سيدي، طبعا مش كل الجمل بتنفى بين الني والبا، بس في جمل لو لقيت فيها كلمة من الكلمات اللي هقول لك عليها دلوقتي بتنفي بحاجة تانية. لو لقيت مثلا في جملة الإثبات كلكا بمعنى شخص ما، أو كان الاستفهام بكي، في الحالة دي بننفي بالني بخصو معناها لا أحد. بعد كده لو لقيت كلك شوز، أو لو كان الاستفهام بكي، في الحالة دي بننفي بالني ريا. بيقول لك كمان لو لقيت إنكور معناها ما زال، في الحالة دي بننفي بالنيبلس معناها لم يعد، يعني كان فيه وما عادش فيه، يعني كنت بشرب كنت جعان وما عادش جعان، كنت عايز اشرب وانما دلوقتي انا مش عايز اشرب، في الحالة دي بنستخدم نيبلس. كمان لو لقيت توجور معناها دائما، سونفو معناها غالبا، بارفوا معناها احيانا، كلك فوا معناها احيانا، او لو كان الاستفهام بكوند، لو لقيت اي كلمة من الكلمات دي او لو الاستفهام بكوند، في الحالة دي بننفي بالنجامي، ونجامي بيكون النفي فيها نفي قاطع، يعني انا ما عملتش الحاجة دي ابدا. وعشان بقى تحل سؤال النفي بطريقة سهلة وكمان بطريقة بسيطة، هنتبع طريقة من طريقتين. الطريقة الاولى هنعمل مع النفي زي ما عملنا مع سؤال الاستفهام، بمعنى اننا هنترجم ادوات النفي مع السؤال، والإجابة اللي هتكون أقرب للجملة هتكون هي دي الإجابة الصحيحة. أما الطريقة التانية فإننا هنشوف يا ترى السؤال موجود فيه كلمة من الكلمات اللي قلنا عليها ولا لا. لو كان موجود كلمة من الكلمات اللي موجودة في سؤال الإثبات، في الحالة دي هناخد الكلمة اللي بتقابلها في سؤال النفي، زي بالظبط لما بيقول لي لو مارشون ا انكور، انكور موجودة يبقى طبعا هننفي بالنبلس. في السؤال الثاني بيقول لي لو بروفيسور با كلكا، كلكا بتنفي بالني بخصو، هتقول اني با بخصو. في السؤال اللي بعد كده بيقول لي النا نقط دي مال او فانتر، يبقى هنا هتاخد نيبلس، عشان زي ما قلنا ان نيبلس بتنفي عشان تقول هو كان عنده حاجة انما في الوقت الفعلي هو ما عادش عنده، هي كان عندها الم في بطنها انما دلوقتي هي ما عندهاش الم، يبقى ان النابلس دي مال يعني لم يعد لديها الم او فانتر في بطنها. في السؤال اللي بعد كده بيقول لي النيفا نقط لا مونتاني، يبقى هنا هتاخد جامي عشان بتنفي نفي قاطع، هي لم تذهب ابدا للجبل. القاعدة اللي بعد كده هي السؤال المثبت والسؤال المنفي، ممكن نحط لها معنى هو لن تغو نيجاتيف، ان تغو اختصار كلمة انتروجاسيون، ونيجاتيف معناها النفي. السؤال المثبت والسؤال المنفي، امتى نجاوب وي وامتى نجاوب بنو وامتى نجاوب بسي. بيقول لي اذا كان السؤال مثبت، لو كنت هجاوب باللي دي في السؤال او لو كنت هجاوب بالاثبات هنستخدم وي. طيب لو كنت هجاوب بالرفض اكيد طبعا هنستخدم نو. اما لو كان السؤال منفي، لو كنت هجاوب بالاثبات هستخدم سي، لو كنت هجاوب بالرفض هستخدم نو. إذا كان السؤال منفيا والإجابة تبدأ بسي، تعود أدوات النكرة وأدوات التجزئة إلى أصلها، زي ما قلنا في جزئية أدوات النكرة وأدوات التجزئة إنهم بيتحولوا إلى دي لو كانت الجملة منفية. هنا بقى لما نجاوب بسي هنرجع أدوات النكرة للأصل بتاعها،
زي بالظبط في الامثله اللي قدامنا دي، بيقول لي تنميت با دي سخفت مو، قال لي في الاجابه سي يعني بلا، هنا الاجابه مبدوعه بسي، يبقى هنلاحظ جي ميت ان سخفت مو، يبقى هنا رجعنا ان لاصلها لان سخفت مو كلمه مذكره. في السؤال الثاني بيقول لي تني في با دي سالاد، قال لي سي جي في دي لا سالاد. لاحظ ان احنا رجعنا دي لا من دي الى دي الا بوستروف اللي هو كان اصل ادوات النكره. تعالوا بينا بقى نحل امثله على السؤال المثبت والسؤال المنفي. بيقول لي اوني فا با او جيميناز، يعني هل انتم هتروحوا او مش هتروحوا لصاله الالعاب؟ هنا سؤال منفي، لو هنجاوب بالاثبات او بالقبول هنستخدم سي، لو هنجاوب بالرفض هنستخدم نو. هنا قال لي اون فا لا يعني احنا هنروح هناك، يبقى سي، يبقى جاوب بالقبول يبقى هتاخد سي. بيقول لي تي فا او سينما، هل انت هتروح للسينما؟ قال لي جي في او سيرك، رفض يبقى هتاخد نو، او رفض يعني جاب حاجه عكس اللي في السؤال. هنا قال لي جي في او سيرك يبقى انا ساذهب الى السيرك، انما هو في السؤال انا كان قال لي الى السينما، يبقى هنا حاجه عكس اللي في السؤال فهتاخد نو. قال لي الجو او فولي، يعني هل انت تلعب كره الطائره؟ قال لي الجو او تنس، يبقى نو. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ان في بعض سكي، عن هل هي ستمارس التزلق؟ قال لي نقط الفيدسكي، يبقى هتاخد سي. القاعده اللي بعد كده هي التعبير عن الحاله الصحيه او المرضيه، ازاي اقول انا عندي الم في بطني او انا عندي الم في راسي او عندي الم في اي جزء من اجزاء جسمي؟ عشان تقول او عشان تعبر عن الكلام ده هنستخدم التعبير افوار مال. طب هستخدمه ازاي؟ اول حاجه هتجيب الفاعل اللي انا عايز اتكلم عنه، بعد كده هتصرف معاه فعل افوار، بعد كده هتستخدم معاه ا، بعد كده هنجيب جزء الجسم اللي انا عايز اقول اللي انا عندي الم فيه، هيكون افوار مال ا، بعد كده جزء من الجسم بمعنى عنده الم فيه. هنستخدم او لو جزء الجسم مفرد مذكر، زي او فونتر في بطني، اودو في ظهري، او برا في ذراعي، او بيي في قدمي، او جينو في الركبه. هستخدم الا لو اللي جاي بعديها مفرد مؤنث، زي الا جامب في ساقي، الا تيت في الراس، الا ما في اليد. وهستخدم الا ابوستروف لو اللي جاي بعديها مفرد مبدوء بحرف متحرك، زي الاوي بمعنى في العين، الا ايبول في الكتف، الا استوماك في المعده. وهستخدم او لو اللي جاي بعديها جمع، زي اوزي في العيون، اوبي في الاقدام، اودونت في الاسنان. كمان ممكن نستخدم اتر زائد صفه او تعبير، هيكون جيسوي مالاد انا اكون مريض، جيسوي انفورم انا اكون في الفورمه. كمان ممكن نستخدم الي زائد بيا او الي زائد مال، زي لما اقول جي في بيا يعني انا كويس، الفا مال هي سيئه. كمان ممكن نستخدم سوفرير بمعنى يعاني، وبعديها اداه تجزئه زائد اسم المرض. لما اقول جي سوفر دريم يعني انا اعاني من الزكام، او جي سوفر ديكريب. بيقول لي حروف الجر بعد سوفرير لا تتاثر بالنفي، يعني ما بنحولهاش، زي جي نسوفر با يعني انا لا اعاني ديمال او فونتر من الالم في البطن. بيقول لي ال نقط مال، يبقى هناخد تصريف فعل افوار مع الال، يبقى هتاخد اه. جي نقط تريبيا، يبقى هتاخد في. بعد كده بيقول لي ال نقط انفورم، يبقى هتاخد سو. بعد كده بيقول لي جي نقط غريب، يبقى هتاخد دي لا. بعد كده بيقول لي منى امال نقط فونتر، يبقى او. بعد كده الي اتري مال نقط ما، يبقى الا. المثال رقم 7 بيقول لي نو افو مال نقط جومب، يبقى او. المثال الاخير هو دانيال امال نقط تيت، يبقى الا. القاعده اللي بعد كده هي التعبير عن الشعور. بيقول لي يمكن التعبير عن الشعور باستخدام فعل افوار زائد الاسم، والاسم اللي هيكون جاي بعد فعل افوار طبعا هيكون ثابت ما بيتغيرش. وهناخد بالنا ان فعل افوار طبعا 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 بيتصرف على حسب ضمير الفاعل اللي جاي قبله،
فطبعا فمثلا عايز اقول انا اشعر بالبرد هقول افوار فروا، او اشعر بالحر افوار شو، افوار بمعنى يشعر بالخوف، افوار ف يشعر بالجوع، افوار صوف يشعر بالعطش، افوار بزوان دي معناها يحتاج الى. في الامثله اللي قدامنا بيقول لي منى نقط، يبقى هناخد فروا عشان الاسم ما بيتغيرش. بيقول لي ميكو با اوتغي شو، عشان برضه الاسم ما بيتغيرش بعد فعل افوار، يعني اصدقائي يكونون حرانين جدا. بيقول لي لو بيبي يعني الطفل نقط صواف، يكون عطشان، يبقى هتاخد القاعده اللي بعد كده هي التعبير عن حاله الطقس. بيقول لي في ثلاث طرق عشان اعبر عن طريقه منهم عن حاله الطقس. اول طريقه هي استخدام فعل ايتر زائد الصفه، زي بالظبط في المثال اللي قدامنا ده، لو سيال ابلي يعني السماء تكون صافيه. الطريقه الثانيه بقى اننا بنستخدم فعل فير زائد صفه في المفرد المذكر، وهنا طبعا التعبير المشهور جدا الفي يعني الجو يكون، الفي في الوا الجو يكون برد، الفي شو الجو يكون حر، الفي بو الجو يكون جميل، الفي مدري الجو يكون معتدل. التعبير اللي بعد كده ان انا بستخدمه عشان اعبر بيه عن حالة الطقس هو التعبير اليا زائد ده الترزاء زائد الاسم. اليا دي لابلوي يعني السماء تكون ممطرة او الجو يكون ممطر. بيقول لي عند النفي تتحول ادوات الترزيه بعد اليا الى دي او دي ابوستروف لو دي جاي بعدها متحرك، زي بالظبط لما بيقول لي اليا دي لابلوي، قال لي نو النيابه دبلوي. لاحظ هنا ان احنا حولنا دي لا الى دي عشان الجمله منفيه. في السؤال اللي بعد كده بيقول لي اليا دي لوراج يعني هل يوجد عواصف، قال لي نو النيابه دي اوراج، لا يوجد اي عواصف. بيقول لي تتحول ادوات الترزاق الى دي او دي ابوستروف لو اللي جاي بعدها او ظرف كميه، زي بالظبط لما بيقول لي اليا ام بي يعني يوجد قليل من دي نياج والسحب دول سيال في السماء. تعالوا بقى نحل امثله على الكلام ده. بيقول لي ليتوم بي النقط شو اوجدوي، يبقى هتاخد ايه. رقم 2 بيقول لي النقط شو، هتاخد في في شو. بعد كده بيقول لي اوجدوي اليا دي بلوي، هتاخد دي لا. بعد كده بيقول لي ان يابا دي نياج دول سيال، هتاخد دي الاخيره. رقم 5 بيقول لي اوجدوي النقط دي سيال بختو، هتاخد اليا اللي في النص. استخدام فعل فين مع الانشطه المنزليه. لو تفتكر في اول المحاضره كنت بقول لك عشان تعبر عن النشاط بتستخدم فير او جويه او فعل من افعال الاحساس، وفير كنا بنستخدمه عشان نعبر عن النشاط، وكان اللي بيجي بعديه بيستخدم اداة تجزئة. انما لما عبر بيه عن نشاط خاص بالامور المنزلية في الحالة دي ما بنستخدمش معاه اداة تجزئة، انما اللي بيجي معاه لازم ياخد اداة تعريف، اللو او الله او الا بسطرف او اللي، زي بالظبط لما بقولك فير لا كوزين يعني يطبخ حاجة خاصة بالمنزل، الطبخ حاجة خاصة بالمنزل، فهنا هناخد الله. بصي لاسبيراتير يعني يكنس بالمكنسة، اسبيراتير خدت الهلا بالصرف عشان مبدوع بمتحرك. متر لا طابل يعني يرتب السفرة، كلمة طابل خدت الله. فير لولي يعني يرتب السرير، كلمة لي بمعنى السرير مفرد مذكر فخدت اللو. فير لا فيسيل بمعنى يغسل الأواني، فيسيل كلمة مفرد مذكر خدت الا. فير لوميناج يعني يرتب المنزل، ميناج مفرد مذكر فهتاخد اللو. يبقى فير لو اي نشاط هياخد اداة تجزئة، انما النشاط ده لو كان متعلق بالامور المنزلية فهياخد اداة تعريف اللي قلنا عليهم اللو او الله او الا بالصرف او اللي. بيقول لي في الأمثلة جيم فير نقط في سيل، يعني أنا أحب غسيل الأواني، يبقى هنا هناخد الله عشان في سيل بمعنى الأواني، وجاي قبليها للتعبير عن النشاط فعل فير، ففي الحالة دي هناخد معاها الله. بيقول لي مامير في يعني أمي نقط كويزين، يعني أمي تطبخ، يبقى هنا هناخد الله عشان كويزين مفرد مؤنث.
المثال اللي بعد كده بيقول لي ما صيغ في، يعني اختي نقط لي لومتا، يعني السرير في الصباح، اختي ترتب السرير في الصباح. يبقى لي مفرد مذكر فهتاخد اللوم.